استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم صباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق وقفية القدس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب وسعادة مدير عام بيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد سليمان العازمي.